هذا يقول: صمت مع المملكة وأعود إلى مصر قبل العيد، فإذا صامت مصر 29 يوما، يا أخي كما ذكرنا تكون مع المسلمين، إذا صاموا تصوم معهم، إذا أفطروا تفطر معهم، وإذا كان ناقص عليك يوم تقضيه بعد العيد، تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين، وإذا نقص عليك يوم تقضيه بعد العيد.